السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو خاص جدا، لأنه غنعطيكم طريقة باش غنديروا الرصاص أو الثقل بطريقة مجانية وفي أقل من دقيقة إن شاء الله. اللي كنتمنى هو أنكم تركزوا معايا شوية، لأنه هذه الفكرة خاصة ديالي كنستعملها في الأوقات اللي كنلقى راسي ما عنديش رصاص. بعض الأحيان كيكون معول غادي للصيدة ولا هذا، كيكون الكروشاجة ولا هذا، أو بعض الأحيان كتنسى الرصاص، كتلقى راسك ما جبتيهش، كتحل الحل يعني ما خصكش تبقى اون بان، يعني خص تضيب باني راسك وتساعد راسك أنك تلقى الحل في أقرب وقت. إذا بهذه الطريقة إن شاء الله اللي غنعطيكم حل بسيط ومثالي جدا باش تصيد وأنت مرتاح. يعني أبسط حاجة هو الحجر، الحجر موجود في ما مشيتي غتلقى الحجر، يعني ما عندك ما تضيع، طريقة مجانية الإخوان. إضافة هذا بلاستيك، هذا صاك، هذا ديال ميكا أو بلاستيك، يعني أي حاجة. المهم حتى أولا غنساعدو في تدوير النفايات، وثانيا غنستعملوها لحاجة مهمة جدا ونافعة إن شاء الله، لأنه ما كيخفاش عليكم أنه في البحر الآن راه ولا هاد النفايات هما اللي كتر للأسف، يعني هاد الشيء ما غنحلوش فيه وموجود للغاية. ممكن نستعملو حتى هادي، هاد الخنشة ديال الخضار هي ممكن نستعملوها، يعني أي حاجة ممكن تستعملها في الطريقة البسيطة جدا. وهذه راه طريقة ديالي خاصة، أنا عطيها لكم هدية ونتمنى تستفدوا معايا الاخوان. اذا على بركه الله غنبداو، غنديروا واحد نديروا في طريقه في هذا وفي هذا باش تشوفوهم جوج. نبداو بالبلاستيك لانه كيبان بانه فراجيل على الناس، نبداو به، يعني نقطعوا قطعة البلاستيك، ناخذ مثلا قطعه على هذا القياس بهذا الشكل، شكل عادة الإخوان، ما كاين لا عبارات، ما كاين لا مقاييس، عينك ميزان كتشوف الحجرة اللي غدير وكبر أو صغر القطعة على حسب. هناخدو قطعة هكا مربعة مثلا، غنديرو مثلا هاد الحجرة أو لا هادي أو لا، مزيانة هادي مزيانة. إذا كيلزمنا هاد المدور كما كتشوفو في هادي هاد القفل، مهم جدا يكون في هذا القفل، يعني مدور القفل ديالو كما كتشوفوا كنفتحوه، يعني شيء بسيط جدا ومفيد للغايه. اذا اول حاجه كنديرو كندخلو هذه البلاصه هذا الشكل، سهل سهل جدا، دغيا كيدخل كما كتشوفوا، كتبعوا لي هذه الجهه، ما ديروش في هذه القناه الاخوان، ديرو في الوسط هاد القناة التال، من بعد عاد كنعاودو نديروهم هنا. أول حاجة كنديرو في الوسط هنا وفي هنا بهاد الشكل كما كتشوفو. الآن غندخلو حجرة، اسمحولي هذا مدخلتش، هاهو دخل. إذا كما كتشوفو الآن كنبداو ندورو، ناخذ هذه المنطقة الأخرى بهذا الشكل، وكنجيو لهذه المنطقة اللي بقات كندوروها هي الأخرى، كنضوها عاد كنجيو لهذه الرؤوس كنطويو وكندخلو، لقيناها قابلة للطي كندخلوها. هذا الشكل يعني كما كتشوفوا، اذا بارك علينا كنغلقوا. هذا هو الرصاص ديالنا، رصاص مجاني وسهل للغايه في كل شيء، حتى في التركيب ديالو في كل شيء، لانه كاين المدور اللي كيساعدنا وراه قويه الاخوه، ما تقولوش راه طونسي ويطيح ولا كنجبد بقوه، يعني ممتاز. عاد كاين هاد النوع ديال البلاستيك، هاد الميكات حتى هما ديال كما كتشوفوا، هادو كنفضلهم على البلاستيك لانه هذا كيتحلل في البحر، البلاستيك ما كيتحللش، يعني بيئيا الاخوان كنتكلم على
بيئيا. إذا كنقطع واحد القطعة نفس الشكل، من بعد نوريكم حتى التركيب ديالو في الخيط كيفاش، لأنه بسيط. يعني كناخدو قطعة من هذا الشكل، كنوضعو نفس هذا الشكل. إذا كناخد القفل في الإعادة إفادة، ندخله، وهذا حتى كيكون قوي. كندخلو الطرف الآخر بهذا الشكل، كنضمن طريقة واضحة، كنديرو الحجر بهذه الطريقة، كندخلوه. خص نتأكدو بأنه دخلنا الأطراف كلها، عاد كنجيو كندخلو الأطراف الأخرى. ممكن تسبب لنا في الانزلاق ديال الحجر، يعني خصي تسدو الاطراف كاملين، هكا كنكونو ارتاحينا وعرفنا بان الحجر ديالنا ما عندها منين تخرج. نجي نجيب واحد من الجهة الاخرى ونسد، كان ممكن نقطع البقايا باش تخلي الرصاصة تاعي تكون واجدة. وإضافة كاين واحد القضية أخرى الإخوان، إلا بغيتو ديروها هي كنعبروه، كناخدو ميزان كنعبرو. مثلا كنشوف هاد الرصاصة شحال فيها، فيها 35 غرام. إذا أش كنديرو، كنسجلوها، كنسجلو فيها 35، هكا كنعرفو بأنها 35 غرام. شيء بسيط جدا وفعال إخوان، هذا هو الرصاص. دابا غنركبوه في الخيط كما كتشوفوا، طريقة بسيطة ومجاني، رصاص مجاني، يعني بلا ما نسدو رصنا، نفقدنا الرصاصة ولا هذا ولا نسيناه نستعملوه عادي. هذا ممكن ندوزوه في الخيط بهذه الطريقة، ونديرو المدور ديالنا هنا والصنارة، يعني كنخليه في الفوق، كيولي الرصاص في الفوق من الفوق. هنا مدور والصنارة، خيط صنارة، أولا كنسدو عليها هنا كنديروها في الأسفل والصنارة الفوق. الصنارة كتجي بحال هكا بحال هكا، والموضوع والرصاص كما كتشوف الإخوان، راه بسيط جدا وفعال. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم هذا المونتاج الإخوان، وشكرا جزيلا على المتابعة. إلى فيديو لاحق إن شاء الله.